السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة جديدة من حلقات الربح من الانترنت. لسه مكملين معاكم سلسلة الربح من الانترنت. زي ما قلت لكم ان انا هقعد اتكلم عن الربح من الانترنت وعن طرق للربح من الانترنت وعن مواقع للربح من الانترنت من اول ما بدأت القناة لحد ما هقفل القناة. تمام، يعني ربح الانترنت ده نيتش من نيتشات يعني القناة الأساسية اللي مش هتنتهي أبدا إن شاء الله. تمام، في البداية كده لو أول مرة تشوف حلقات مستر بونتيك فاضغط سبسكرايب هنا وبعد كده اضغط على الجرس عشان يجيلك إشعار بكل حلقة بنزلها. طيب، عايزين نتكلم دلوقتي على الدرس اللي فات اللي هو بوب كاش. بوب كاش يا جماعة، مش عارف أنا جاي لي كمية ديسلايكات، يعني في حد تقريبا عمل ديسلايكات على كل الفيديوهات مش عارف ليه، والناس اللي عاملة لي ديسلايكات على بوب كاش شركة ممتازة يا جماعة، ويعني لو كتبت في جوجل على إثباتات دفع للشركة هتلاقي مليون إثبات دفع، فمش عارف الناس عاملة لي ديسلايك ليه على الشركة. يعني مش مشكلة، المهم انا بس عايز اتكلم عن النهاردة، ومش هتكلم عن موقع لربح من الانترنت، لا هتكلم عن مجالات لو تابعتها هتضمن لك ربح من الانترنت شهريا على الاقل $1000 شهريا. تمام، الموضوع بسيط جدا، ولكن طبعا الطرق مش سهلة انك تتعلم الحاجات دي بسهولة، عايز سنين، وفي مجالات مش عايزة سنين، في مجالات عايز تجربة، وفي مجالات عايزة دماغ، في مجالات في شهر ممكن تتعلمها بس عايز ذكاء كده. ولكن احنا يعني لو شرحت كل مجال ليه موقع، مش كلها بالظبط، يعني في كذا مجال كده ليهم مواقع، لو شرحت كل مجال بموقعه فالحلقة هتعدي 20 دقيقة، فانا عشان كده هقول نبذات مختصرة وبعد كده هشرح مواقعهم، يعني حاجة مختصرة كده بحيث انك ازاي تخش في المواقع وكده. تمام، ونبدأ على بركة الله. هنتكلم بقى في اول مجال هو ملوش موقع. تمام، يعني عشان ايه نختصر الموضوع، اول مجال ملوش موقع، يعني مش ممكن ان انا اقول مجالات للربح من الانترنت وما اقولش السيو. سيو او اس اي او اللي هو سيرش انجن اوبتمايزيشن. يعني ايه السيو؟ يعني انك تتصدر محركات البحث، يكون عندك صداقة مع محركات البحث. كنت شرحت في القناة القديمة ازاي تكون صداقة مع محركات البحث، ولكن طبعا القناة اتقفلت، والموضوع ده هنزله تاني ان شاء الله قريب، ولكن يعني الموضوع كان هيشتغل معاك كويس جدا، ولكن كان عايز الناس بس تركز معايا انك يكون عندك صداقة في محركات البحث، انك تظهر في بداية او في اول صفحة، مش لازم يكون في اول حاجة خالص يعني اللي هو نتائج البحث الاولى، لا انك تظهر في اول 3 او اول 5 او اول يعني ايه ثواني كده. مثلا لو كتبنا مثلا الربح من الانترنت، تمام، سيبك من الاعلانين دول، انك تظهر هنا في اول 4 دول. تمام، لو ظهرت انت في اول 4 دول اعرف انت استهدافك. تمام، طبعا يعني في ناس كتير قوي في ربح الانترنت غيري، فانا مستحيل اظهر في اول صفحه. تمام، بس انا كنت في القناه القديمه طبعا كنت ظاهر، كنت يعني حاطط دليل على كده، ان شاء الله ابقى انشر الموضوع القديم ده تاني. تمام، اعتقد الموضوع واضح. فانت لو قدرت انك تتحكم في السيو وانك تعمل صداقة مع محركات البحث هتضمن لك على الاقل $1000 شهريا، ده ضمان. ليه بقى؟ لانك هتتحكم بانك انت تبقى اول محركات البحث، فانت هتنشر فيديوهات على اليوتيوب وتبقى انت اول محركات البحث، تشوف هيجي لك مشاهدات قد ايه، لو فيديو 10 دقايق شوف هتحط كام اعلان، وشوف كل اعلان هيجي لك مشاهدات قد ايه، على الاقل كل واحد مثلا انت مثلا تحكمت في كلمة الربح من الانترنت، فانت هتظهر في اول محركات البحث كلمة الربح من الانترنت، اول ما حد يكتب الربح من الانترنت انت اللي هتظهر. تمام، فانت لما تظهر انت في اول عنوان كده، لما تكتب الربح من الانترنت انت اول واحد بس كده تظهر، الناس هتضغط عليك طبعا مع ثامبنيل كويس مع عنوان حلو مش عارف ايه كده، دي حبه حاجات كده بسيطه يعني هتتعلمها بسهوله، فالناس تضغط على الاعلان او على يعني الفيديو بتاعك. نفس الكلام على بلاجر، اول برضو هتظهر في نتائج البحث الاولى في جوجل بعد الاد، بعد الاد على طول اللي هما الحاجات بتبقى اعلانات كده في جوجل، اول ما انت هتظهر في محركات البحث برضو الناس هتضغط عليك، شوف هيجيلك كام مشاهده، شوف عندك كام اعلان لادسنس او كام اعلان يعني لاي شركه انت عايزها، اي شركه مريحه بالنسبه لك، انا شرحت اكتر من شركه في الاعلانات، شوف هيجيلك قد ايه مبالغ مش طبيعيه يوميا. تمام، اعتقد الموضوع واضح ومفهوم. انك ازاي بقى تتعلم السيو، في دروس مبسطه ان شاء الله هبقى انزلها على القناه، دي حاجه يعني كورس سيو ان شاء الله هبقى اشرحه، او انك تكتب على جوجل كورس تعليم السيو، 3 كلمات دول هتلاقي 50 كورس ممكن تتعلم فيهم السيو. الموضوع
مش بسيط، الموضوع مش سهل خالص في السيو، الموضوع عايز سنين وعايز ذكاء وعايز تشغيل دماغ، لكن لو اتقنته بنسبة على الاقل 90% فانت اضمن لك ربح مش طبيعي شهريا. يبقى ده كان اول مجال معانا. هنخش في تاني مجال، وتاني مجال معانا النهاردة هو الفوركس. الفوركس ايه هو الفوركس يا جماعة؟ هو تداول تداول العملات. يعني ايه تداول العملات؟ يعني انت بتشوف العملة دي مثلا قيمتها هتنخفض انت بتشتريها، قيمتها هتعلى انت بتبيعها. يعني مثلا انت معاك 100 دولار، الدولار مثلا دلوقتي في مصر مثلا عامل 18 او 19 مثلا، دلوقتي الدولار هيعلى اكتر، مثلا الدولار بقى 25 انت تبيعه. مثلا دولار لقيت مثلا ان حصل حاجة في مصر، مثلا الدولار رجع للاصل بتاعه ورجع ليه مثلا 8.5 او 8 فانت هتشتريه. الموضوع بسيط جدا، ولكن انك تخش اصلا في سوق الفوركس ده موضوع مش سهل. فانت في البدايه اول ما تخش على موقع الفوركس اللي هو اكس ام ارابيا، الموقع ده يا جماعه بيديك حساب تجريبي وبيديك حساب اسلامي. يعني ايه حساب تجريبي ويعني ايه حساب اسلامي؟ حساب تجريبي هو بيديك رصيد 100,000 دولار، وهنا حساب اسلامي بيديك 30 دولار مجانا. هنفهم كده الموضوع. افتراضي يعني 100,000 دولار افتراضيا بيبقى مثلا انت بتقعد تتداول كده مع الكمبيوتر، بتتداول مع الريبوتات، يعني آليين مش ناس حقيقية، بتقعد تتداول كده وتتعلم مع نفسك وبالراحة خالص. يعني مثلا انت بتشوف انت الأخبار الحقيقية والحاجات الحقيقية وتعرف الدولار زاد أو نقص. انت أول واحدة المفروض تكون عارف الموضوع ده، ان مثلا لو انت مثلا عايز الدولار بتستهدف الدولار، انت ممكن تستهدف أي عملة تانية، فالدولار عالي أو نقص فانت بتجرب في الحساب التجريبي. بعد كده لما تلاقي نفسك اتقنت الموضوع بتخش حساب اسلامي. حساب اسلامي لو دخلت في الحساب الاسلامي وعملت اكونت ورفعت صورة بطاقتك الشخصية ووصل النور او وصل كهرباء اي حاجة عندك من الحاجات دي هو هيطلبها منك، بتاخد 30 دولار، بتتداول بال 30 دولار. لو تداولت وخليتهم 31 دولار هتسحبه، تمام؟ 31 دولار بس هتسحبهم. يعني انت لو كسبت 1 دولار بس هتسحبه، لكن 30 دولار ما ينفعش تسحبه، ده رأس المال بتاعك اللي هتاخده اول ما ترفع بطاقتك، تمام؟ يبقى الحساب التجريبي مثلا عايزين نفتح حساب تجريبي، هنخش على افتح حساب تجريبي هنا وتكتب البيانات، الاسم والاسم الثاني وايجيبت البلد الاقامه يعني والمدينه اللي انت فيها، رقمك بريد الالكتروني، الرقم اللي انت عايزه، العمله ومش عارف نوع الحساب، شوف انت عايز تختار ايه. اي حاجه على فكره الحاجات دي ما بتفرقش قوي، يعني هنا مثلا دي اي اليورو ولا دولار، الرافعه الماليه سيبها كده، وكلمه السر وتاكيد، وبعد كده تفتح حساب تجريبي وتعمل الجيميل بتاعك لو انت يعني عامل على الجيميل وكده وخلاص، اللي هو تاكتف يعني الاكونت وخلاص، وبيبقى عندك حساب تجريبي. الحساب الحقيقي نفس الموضوع، اسمه حساب اسلامي، هو الحساب الحقيقي، تمام؟ زي ما انت شايف بيقول لك راجل ولا ست يعني كده، والاسم والاسم التاني، بلد الاقامة، المدينة، الهاتف، نفس الموضوع ونوع الحساب. لكن هنا يا جماعة انت بتاخد 30 دولار في التسجيل، بتاخد 30 دولار اول ما ترفع بطاقتك بس، اهو 30 دولار، طالب برصيد مجاني في حساب بقيمة 30 دولار عندما تفتح اول حساب حقيقي لك مع اكس ام، لا ايداع مطلوب. زي ما انتم شايفين بيقول لك مش هتودع فلوس، انت هتستثمر 30 دولار مباشرة، مش محتاج انك تودع فلوس، هتستثمر 30 دولار مباشرة، لكن اول ما هتضاعف الفلوس دي، والموضوع مش صعب ومش سهل برضو، يعني محتاج شوية تركيز بس منك. يعني الموضوع الفوركس ده مش مستحيل يا جماعة، انت مثلا هتاخد 30 دولار مجانيين، ما انت ممكن تخسرهم وممكن تكسبهم عادي بما انهم كانوا مجانيين، لكن لما انت تودع فلوس بيبقى الموضوع صعب على الناس ان هم يخسروا. مثلا لو اودع مثلا 1,000 دولار ويخسر منهم 1,000 دولار او 500 دولار، الموضوع بقى صعب على الناس. اعتقد موضوع الفوركس ده واضح ومفهوم، والناس اللي خايفه من الفوركس وكده الموضوع سهل يا جماعه، ما تقلقوش منه. يعني محدش بيجبرك انك تشتري عمله او ترفض انك تشتري عمله او ليك وقت معين وكده، لا الموضوع ان شاء الله بسيط جدا. ونخش على المجال اللي بعد كده. المجال اللي بعد كده هو الخدمات المصغره. طبعا كتير منكم سمع كلمه الخدمات المصغره وسمع كلمه خمسات، خمسات او فايفر، يعني هو نفس المضمون. موقع خمسات هو من افضل المواقع اللي ممكن يعني تكسب منها يوميا على الاقل 200 دولار او 300 دولار. الموضوع سهل جدا، تمام؟ هنا زي ما انت شايف بيقول لك شحن حسابك في بيرفكت ماني 121 اشتروا الخدمة دي، الخدمة دي مثلا ب 5 دولار، شوف 121 اشتروها والخدمة ب 5 دولار، شوف اللي حاطط الخدمة واللي عامل الخدمة دي
خد كام فلوس من الخدمة دي. تمام، ازاي نضيف خدمة وازاي نفهم الموضوع؟ الموضوع بسيط جدا. انت مثلا بتخش تقول لهم مثلا اقدر اعمل مثلا لوجو لقناة اليوتيوب او بلاجر او يعني مدونة، اقدر اعمل لوجو ب5 دولار. انت لا، بس في مشكلة بقى بسيطة خالص، هي انك وانت بتعمل الخدمة لازم تركز على حاجة، تكتب هنا ده عنوان الخدمة. تمام، ده عنوان الخدمة، لازم عنوان واضح جدا واضح جدا. الأعمال هتختار هنا مثلا كتابة وترجمة، خدمات متنوعة، تقنية، تصميم، لا ولوجو مثلا، فهتختار تصميم هنا، العام هنا، أغلفة، تصميم بانرات إعلانية، شعارات، معنى لوجو. وصف الخدمة دي أرخم حاجة يا جماعة، تركز بقى، تكتب هنا اللي أنا هكتبه ده بالظبط، مثلا عدد، ماشي، أو مثلا عدد القطع، حجم. انت هتكتب اللي مكتوب ده ولكن مش لازم تملاه، يعني مثلا حجم مثلا، وتعمل شرطة كده او كده. تمام، ونوع، وهنكتب الوقت، بمعنى عدد القطع انك مثلا، او عدد بس يعني مش فارقة، على حسب يعني اللي انت هتعمله، عدد او عدد اللوجو، عدد اللوجوهات، مش عارف ايه. مثلا شوف انت هتعمل كام لوجو مقابل 5 دولار. واحد، الحجم، شوف حجمه كام، مثلا 200 كيلو بايت كده مثلا. النوع صورة، الوقت في زمن او الزمن، خلاها الزمن، ساعتين او زمن التسليم مثلا. عايز بس الناس تفهم الموضوع ده، ان هو يا جماعة مش هيوافق على الخدمة بتاعتك، مستحيل يوافق على الخدمة بتاعتك من غير ما تكتب كل التفاصيل اللي ممكن تتكتب، كل التفاصيل هنا بقى تحت كده. التفاصيل بقى لوجو او شعار، حاول تكتب على قد ما تقدر، لمواقع وقنوات اليوتيوب، وتقعد تكتب بقى وتملى الموضوع ده لحد على قد ما تقدر. وبرضو ممكن ما يقبلوش عادي، وممكن يقبلوا عادي. تحط صورة، تكون صورة معبرة جدا، صورة واضحة جدا، تقدر تعمل الصور على الفوتوشوب بطريقة سهلة جدا، اللي هو الفوتوشوب بورتابل ده اللي هو الصغير، يعني هو افضل من فوتوشوب والله الحقيقي، اللي هو الكبير اللي هو 2 جيجا. فانت تقدر تعمل صورة كويسة وتكون كاتب فيها مثلا انا اقدر اعمل لوجو مقابل 5 دولار، افضل لوجو يمكن ان تراه في مقابل 5 دولار، لوجو لمدونتك مقابل 5 دولار كده. تمام، لوجو في ساعة واحدة، لوجو في 10 دقايق، لوجو في 5 دقايق، شوف انت هتقدر تعمل لوجو في قد ايه، او مجهز اللوجو في قد ايه وتديهوله. كلمات مفتاحية هتكتب هنا مثلا تصميم شعارات، وتعمل العلامة دي، تصميم لوجوهات، لوجوهات او شعارات، عشان معظم اللي هنا عربي يعني، لقنوات اليوتيوب. بس كده. مدة التسليم، انت بتختار هنا مدة التسليم، لكن الناس ما بتقراش الموضوع ده، بتقرا اللي فوق. فانت هتكتب مدة التسليم وهو هيطلب منك، لان اللي انت ما بتتعاملش مع الريبورتات، او ما بتتعاملش مع ناس آلية، لا انت بتتعامل مع ناس حقيقية. فانت ممكن تكلمهم عادي، او يديك ايميل على الفيسبوك وتكلمه عادي، ممكن تطلب اكتر من 5 دولار، لان هنا بيقولك خدمة مقابل 5 دولار، ما ينفعش تعدلها، انت ممكن تطلب اكتر من 5 دولار. تمام، لو الموضوع يستاهل يعني، او ممكن هو يطلب منك لوجوهين كده يعني. تمام، فزي ما انتم شايفين هتعمل مثلا هنا، لو انا مثلا هعمل يوم واحد، انا هعمله في ساعتين. تعليمات المشتري دي بقى ممكن تكتب فيها مثلا، مثلا لو عايز تحط باكج مثلا، 5 لوجوهات او 5 شعارات مقابل 20 دولار كده يعني. يا جماعة الموضوع واضح يعني. تمام، بعد كده تعمل اضف الخدمة.
تمام، بعد ما تحط الصوره تحط عنوان، تعمل كل الكلام ده وتعمل اضف الخدمه. العنوان يبقى واضح يا جماعه، اللي هو مثلا عنوان بسيط خالص، لوجو او شعار. مش عارف انا معلق على كلمه لوجو ليه، شعار لقنوات اليوتيوب بس. يعني مش محتاج تكتب حصريا ومش عارف ايه وافضل شعار والكلام ده، لا مش لازم. يعني شعار لقناه اليوتيوب مو حاجه واضحه وبسيطه. تمام، هو ده المجال الثالث. ونيجي بقى لاخر مجال معانا في الحلقه بتاعت النهارده، هو مجال التسويق. يعني التسويق بالعموله تحديدا. يعني ايه؟ يعني انك تخش على موقع زي امازون او سوق دوت كوم او اي موقع من المواقع دي، موقع ايباي، اي موقع من المواقع دي، وهتنزل تحت كده هتلاقي مكتوب بيكم ان افليه. يعني ايه بيكم ان افليه؟ يعني انك تكون بتشتغل عندهم مسوق، مسوق الكتروني، مسوق اونلاين. يعني ايه؟ يعني انك تشرح لناس منتجات. يعني مثلا واحد يديك منتج زي ده ويقول لك مثلا المنتج ده قول له مثلا ب 400 دولار، المنتج ده يا جماعه فيه كذا وكذا 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 وكذا، ان مثلا تروح تبيعه للناس في مصر. لناس في مصر ازاي؟ لناس في مصر في على الفيسبوك مثلا او اي حاجه، او انت يكون مثلا عندك صفحه على الفيسبوك، يكون عندك صفحه على الفيسبوك ومثلا وبتشرح فيها المنتجات دي والناس تخش عليها وكده. كل ما واحد مثلا يشتري المنتج ده ب 400 دولار، انت مثلا بتاخد عموله مثلا 10%. مثلا انت بتاخد 10 دولار على كل 400 دولار، تاخد 10 دولار مثلا. تمام، الموضوع بالشكل ده يعني. لكن لازم تكون فاهم السوق بتاع الناس دي كويس ازاي، انك مثلا تعرف الناس دي عايزين يشتروا ايه عشان تعرف هتاخد انواع المنتجات اللي انت تاخدها، تعرف انت بتتكلم لغة ايه عشان تعرف انواع المنتجات. مثلا الناس دي بتحب تشتري الموبايلات، مثلا بيحبوا يشتروا اجهزة الايفون. تمام، الناس بتحب تشتري اجهزة الايفون، فانت هتخش تشوف ايه نوع الايفون اللي هم بيحبوه. يا ترى ايفون 7، ايفون 7 بلس، ايفون 6 بلس، ايفون 6، ايفون 6 اس. اي، شوف بقى النوع اللي هم بيحبوه وتقوم واخد الانواع دي مثلا. ومثلا كل يعني حاجات كبيره قوي زي امازون والحاجات دي بيكون عليهم خصومات كبيره، فانت تاخد الرابط وتخش تقول لهم يا جماعه ادي شركه امازون، طبعا شركه معروفه فالناس كلها عارفاها، فمش هيقلقوا يعني ان هي شركه طبعا مزكيتها مش طبيعيه يعني. فانت الناس كلها مش هتقلق انها تشتري من امازون، وهتلاقي مثلا يكون مثلا عاملين خصم 30%، فانت هتاخد الفلوس اللي هتطلع لك مثلا 10% او 5% 6% زي ما يطلع لك. فالموضوع مش صعب، انت بس بتحاول تغتنم الفرصه. تمام، طبعا في شهور معينه بيبقى فيها الافليه ده بيبقى فيه غالي جدا غالي جدا، مثلا زي البلاك فرايداي. بلاك فرايداي ده انت لو استخدمت فيه الافليه بيبقى الحاجات عليها خصم كبير، فالناس كلها بتشتري، فانت لو لحقت وخدت منتجات فانت هتطلع لك في 3 4 ايام على الاقل 500 دولار. تمام، وبس كده. هي دي كان مفهوم الحلقه بتاعت النهارده، وكان هو ده شرح الحلقه بتاعت النهارده. فياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في قناه مستر بومتك. اعتقد انك تعبت جدا في حلقه النهارده يعني كتحضير وسكريبت وكده، فيعني حلقه كانت طويله جدا. فيا ريت تدعمنا بلايك، ويا ريت تبطلوا تعملوا ديسلايك على الفيديوهات، لان الفيديو ده ملوش اي ذنب في انك تعملوا ديسلايك. مش عاجباك يا سيدي شركه شموكي ادز اللي انا كنت شرحتها وفاكرها نصابه، فيا سيدي اعمل لها هي ديسلايك، يعني الفيديو ده ملوش ذنب خالص. فتمام، فيا ريت لو عجب الفيديو ده تضغط لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.